ولو حد سألك حاجة تعرفي تردي عليه، ولا ممكن تبقي عارفة وممكن ما تعرفيش؟ لا طبعا انا بقالي 25 سنه مع الناس، وهي الناس بتدل بعض. انا يعني انا عايزه اقول لك حاجه، لا في ابراج ولا شيء. انا الناس كانت يعني، هي مثلا انا بقعد، جيبي لي اي انسان مدام ريان، اي انسان بيعك، اي انسان انت بتختاري، انا هقعد معه ما اعرفوش. انا هقول له شو اللي مرق معه، شو عم يمرق معه دلوقتي، وشو حيمرق معه بعدين. لكن ممكن تقولي له هيمرق معاك بعدين، ما تعملوش او خلي بالك او كده. طبعا طبعا. انا في واحده مدام ريهام قلت لها انت عندك وجع راس، قالت لي ابدا مدام ليلى. قلت لها بس يعني معروف اسمها، وهي طلعت حكيت بالاذاعه جابوها. راحت عملت، قلت لها في تشيت كده في راسك، الحقي نفسك من دلوقتي. انا ما بفهم في الطب بس سبحان الله كده بين معايا. هي كانت قاعده مقابلي يعني، وانا معايا الورقه والقلم وبعمل على اسماء والحسابات بتاعتي. فقلت لها روحي اعملي فحص لو سمحتي. قالت لي لا ما تخوفيني، لا ما عندي شيء وكذا. فراحت قالت لزوجها واخذوها ثاني يوم على المستشفى الجامعه. راحت عملت فحص، بين معها تشيت كده في قلب الراس، وهي مش حاسه بشيء بعد من وقت للتاني، يعني جع راسها طبيعي مثل اي احد. فلحقوها طب احنا